اليوم جينا نديرو تحاليل ديال كوفيد 19 باش نشوفوا روسنا واش فينا هذا الوباء ولا ما فيناش. وعمت فرحة عارمة على لي زومبيلونسيين كاملين وسائقين الأجرة والترونسبور سكولير ديال النقل المدرسي حتى هو، والحمد لله الظروف مرت بخير الحمد لله. احنا ما توقفناش هذه لمدة 3 شهور ديال كورونا، ما توقفناش على العمل في مساعدة المرضى والناس، والحمد لله الامور مرت بخير وعلى خير. جينا اليوم باش ناخذوا العينه ديال الدم على حساب هذا الوباء هذا، باش نمشيو نتلقاو على العمل ديالنا، وهذا هو اللي كاين. من ناحيه الحبوس احنا سكافصنا هذه جايه لشهرين ولا 3 شهور احنا واقفين بدون معاناه، بدون احنا كنعانيو بزاف ديال الحوايج. كنتمنوا من الله، قالوا يعني نهار 10 ان شاء الله غادي نستلم. نظرا لظروف العمل ديالنا اللي كانت المداومه باستمرار لمده هاد 3 اشهر في هاد الجائحه ديال كورونا، علمونا في هاد الاسبوع اليوم باش نجيو نديروا جميع السائق اسعاف الجماعات اللي تابعين لدائره العطاويه اقليم قلعه السراغنه باش نديروا التحاليل هنايا في الدائره. والحمد لله كان النظام زوين، داكشي منظم وداز داكشي بظروف رائعه. جينا اليوم باش ندوزوا التحاليل ان شاء الله في ديال هذه الجائحه ديال كورونا، وحنا تنعانيو من هذا المشكل بانه عندنا مشاكل ديال معمول الكريمه، هي دابا عندنا 3 شهور عندنا مشكل ديال لاسورانس، ونطلبوا الله ان شاء الله يرفع عنا هذا الوباء ان شاء الله. حنا متضرين ولكن الحمد لله الله يرفع عنا هذا الوباء.